لمن يعشق هواتف نوكيا القديمة ولديه حنين للماضي الجميل، نوكيا طرحت في نسخة هذا العام من معرض إيفا برلين نسخة محدثة من هاتف نوكيا 2720 فليب. هذا هو الهاتف القابل للطي، كما نشاهد هنا يأتي بشاشة ملونة ويعمل بنظام KOS وليس نظام أندرويد، ويدعم تطبيقات كثيرة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر وواتساب وأيضا خرائط جوجل. هنا يوتيوب على سبيل المثال يمكن تشغيله، ولكن لا يتيح للمستخدم تجربة الهواتف الذكية الحقيقية. هذا الهاتف لا يندرج ضمن فئة الهواتف الذكية. طبعا أبرز ما يميز هاتف 2720 هي البطارية التي تدوم ل 28 يوم في وضع الانتظار. طبعا سعر الهاتف ممتاز جدا، $100 أمريكي فقط.